محمد عبد الرحمن عرفات القدوة الحسيني، الاسم الحقيقي للرئيس الراحل ياسر عرفات، ولد عام 1929، درس الهندسة المدنية في جامعة القاهرة وتخرج عام 1950. أسس عرفات رابطة الطلبة الفلسطينيين في القاهرة لتشكل النواة والبؤرة الأولى للطلبة الفلسطينيين على مستوى العالم. أخذت الرابطة دورها في طرح القضية الفلسطينية والمشكلات الطلابية، وقد مثلت الشعب الفلسطيني على الصعيد الدولي في مناسبات عدة. عام 1958 غادر ياسر عرفات إلى الكويت وبدأ مع رفاقه بتشكيل حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح. عام 64 تأسست منظمة التحرير الفلسطينية والتي اعترفت بها الدول العربية باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، وانتخب ياسر عرفات حينها رئيساً للجنة التنفيذية في المنظمة. عام 65 بدأت فتح أولى عملياتها المسلحة بتفجير نفق عيلبون رداً على إسرائيل لسرقتها مياه نهر الأردن. عام 1974 ألقى أبو عمار كلمة باسم الشعب الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال جملته الشهيرة: لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. بغصن الزيتون في يدي، وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. تنقلت الثورة الفلسطينية بين الأردن وسوريا ولبنان، وعام 82 اجتاحت إسرائيل لبنان، وانتهى الاجتياح بخروج المقاومة الفلسطينية. عام 88 صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر إعلان استقلال دولة فلسطين. فهنا المجلس الوطني يعلن بسم الله وباسم الشعب وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين. عاد الشهيد عرفات إلى الأراضي الفلسطينية عام 94 لينتخب بعدها بعامين رئيساً للسلطة الفلسطينية. وعام 2000 أصر الشهيد ياسر عرفات على مواقفه السياسية وتمسكه بالقدس، فرفض التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد لأنها لا تلبي مطالب الشعب الفلسطيني، وبعدها بشهر اندلعت انتفاضة الأقصى. عين ساهرة على القدس، القدس. حتى يفهم القاصي والداني والبعيد والقريب واللي بيشمر عن أزرعه أو بيشمر عن جرافاته أن هذه القدس هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومهد المسيح عليه السلام. لا، مش مفتوحة ولا على مصراعيها ولا أرض سايبة. وعام 2002 حصر الرئيس داخل مقره في المقاطعة مع مرافقيه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. تدهورت الأوضاع الصحية للرئيس ياسر عرفات عام 2004 ونقل إلى الأردن ثم إلى فرنسا لتلقي العلاج، ثم أعلنت السلطة الفلسطينية استشهاده ودفن في مقر المقاطعة في رام الله وتحته الماء، تعبيراً عن الوضع المؤقت للقبر على عهد تنفيذ وصيته ودفنه في القدس التي أحبها واستشهد من أجلها.